معلومات مسربة عن الرد الكياني المجرم على إيران. فعلا اسمعني، راح تسمعها بعدين بالأخبار، الآن أنت راح تسمعها مني. اسمع، مسربة. تقولي من وين مسربة؟ هذا أشياء يعني ما يسمى classified information. أولا العدو راح يقصف المخبز الإيراني، طيب، للكليتشة، الخبز الإيراني. ثانيا راح يقفز حارة الزعفران، هاي اللي بلقطوا فيها الزعفران. ثالثا راح يقصف عمرهم مطعم الكباب. جماعة الخير شو ناطرين انتو؟ ترى تأني الكيان المجرم لأنه بخططوا على إيش ثقيل، أما تأنيكم لأنكم قاعدين بس هيك كف أمه كف أبوه. مش هيك الكيان المجرم، ما بيشتغل هيك، وانتو عارفين، وأنا تلميذ صغير أمام الخبرات الإيرانية. يعني الكيان المجرم قاعد بيحضر لكم، ها شوف، كان المجرم بيحضر لكم بكفخة قوية جدا. فلذلك علي وعلى أعدائي، شو قاعدين تستنوا؟ مخ ندري؟ يعني ما في مخ؟